على فخذ الدهامشة من العمارات من بشر من قبيلة نزل علي، حيث يحددون أحد الجمال في المعارك ليكون القتال بالقرب من الجمل حتى لا يضعفوا أو يفروا من المعركة ويتركوا هذا الجمل. طبعا معقلين تعقيل أي رابطين باللغة الحديثة. طبعا يكونون يا الموت يا النصر، ما في حل آخر. فهذا شيء يعني احنا نفتخر فيه، وحصلوا على هذا اللقب محددة الجمل وهم اخوان الدهامشة. طبعا من المعروفين في هذاك الزمان برجس بن مجلاد، طبعا اسم لقبه غدير الموت. طبعا وبرجس بن مجلاد هو اللقب بين عموم القبائل حصل عليه غدير الموت، وهو شجاع طبعا. ومعروف برجس بن مجلاد من الفرسان الذين شهدت لهم القبائل وشهدت لهم القاصي والداني، واشتهر في زمانه بالفروسية والقتال والشجاعة والبسالة. فنفتخر بهذا الفارس المغوار، ونفتخر في فرسان كثيرون في القبيلة من الدهامشة وغير الدهامشة. وإحنا كل حلقة نتكلم عن فارس أو عن قبيلة أو عن قصة، فقصتنا هذه محددة الجمل طبعا من القصص التي تدل على الشجاعة والأصرار في القتال وفي النصر أو الموت. طبعا في قصائد من الشعراء في ذلك، فطبعا القصائد راح يلقيها الأخ عبيد العجلاني، وبعد ذلك نكمل الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخ الراوي محمد مطر ثويبة العنزي على ما يقدمه من بحث في الموروث الشعبي والتراث وخدمة لقبيلة عنزة وللقبائل الأخرى لتعريف النشأ في تراثها وموروث هذه القبائل، فهذا جهد يشكر عليه ونسأل الله له التوفيق. لا شك بأن لكل قبيلة لقب تعتز به أو اسم أو عزوة من العزاوي. العزوة هي صيحة الحرب اللي يستخدمونها، فلكل قوم عزوة يقال يعتزون بها. وكان مدار البحث في هذه الحلقة عن محددة الجمل. طبعا محددة الجمل يطلق على فخذ الدهامشة من العمارات من بشر من عنزة، وهذا اللقب مصدر فخر واعتزاز لإخواننا قبيلة الدهامشة. طبعا يقول الشاعر جبر من مجلاد: ياما على قب الحوافر هذبنا، قب الحوافر اللي هي الخيل، ياما على قب الحوافر هذبنا، وياما على حدب المعارج حدينا، وياما على شيب الغوارب ركبنا، وياما حديناهم وياما حدينا. ما أجمل هذه الدقة وهذا الإنصاف بالتعبير، يعني لم يجعل المعارك كلها نصر له، بل يقول ياما حديناهم أي غلبناهم، ويا ما حدينا أي ولبنا. وهذا هو الإنصاف وأخلاق الفرسان. ثم يكمل قصيدته يقول: ويا ما عطينا جل ذود كسبنا، ونبل تبدل اللي قعد يحترينا، ويا ما رعينا عش برق جذبنا، بقفر ندله به قراع الحنينا، ويا ما على بيض الترايب لعبنا، ويا ما على زل القطايف غفينا، وحنا لأجيب الجمل واحتزبنا، عدونا يشكي فعايل إيدينا. أي يشير إلى محددة الجمل عندما قال: وحنا لأجيب الجمل واحتزبنا، عدونا يشكي فعايل إيدينا. وهناك قصيدة أخرى للشاعر محمد بن عثمان التويجري العنزي، والتويجري
من جباره من ولد علي من عنزه وهو صديقا للفارس برجس غدير الموت الذي ورد ذكره في قصة الأخ الراوي محمد. فيقول يا محل الفنجال في فيت الجال يقيل يا عواد هات الفناجيل اللي مدح برجس صدق فيه ما قال الخوف ما له في ضميره مداخيل يا من خبر خيال يس ولف خيال برجس غدير الموت ذيب الرجاجيل وربعه محد التلجم القدم الأبطال اللي على جمع المعادي مصاويل. ولا زال الحديث مستمرا عن محد التلجم حيث يقول شاعرهم نايف بن عقيلي المجلاد يقول لابتي ما تعرف الذل والريبة نسل واي العريب الجد نبخانها كان حدة جملها في محاريبه ويل منه هذاك اليوم كاونها كم عقيد شجاع له مطالبه كب كل المطالب وانتهى منها. ولا نغفل حقوق جميع القبائل العربية فكل قبيلة لديها العديد من الفرسان الشجعان وأبطال المعارك كانوا ولا زالوا يبذلون أرواحهم في سبيل محارمهم واليوم يبذلون أرواحهم في سبيل أوطانهم وفي سبيل عزة مجتمعهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أشكر أخوي أبو فرحان الأخ عبيد العجلاني على أبيات الشعر الجميلة وعلى بعض المقتطفات اللي زودنا فيها. طبعاً وما ننسى طبعاً برجس بن مجلاد له معارك كثيرة ونذكر معركة مناخ غيلان. اشتهر برجس بن مجلاد في معركة مناخ غيلان حيث قبائل عنزة ضد الدولة العثمانية وانتصرت فيها قبائل عنزة انتصار ساحر وقالوا هذه الحدادة أي هذه الأبيات ركبنا الخيل حنا ما ننجيب الغداري والسيوفنا لازم تحنى من دم حمران العتاري. وفي النهاية أشكر المشاهدين وأشكر الأخ عبيد العجلاني على المشاركة وإن شاء الله نلتقي في فقرات أخرى في قصص أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر للأستاذ محمد العنزي اللي دايما يتحفنا بالقصص الجميلة من التراث الكويتي ومن تراث عائلة أو قبيلة عنزة. يسعدني النهاردة أن يكون معانا عيلة الأب والأم والطفلة الجميلة أو الشابة الجميلة سما يطلق عليها أيقونة تغيير المناهج المصرية. أهلا يا سما إزاي؟ أهلا بحضرتك. علي صوتك بقى يا سما. حاضر. ومدام سوزان طلعت والدة سما. أهلا يا مدام. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والأستاذ رامي أحمد صبحي والد سما. أهلا بيك. هنبدأ بيك يا سما. ليه أطلقوا عليكي في وزارة التربية والتعليم بأيقونة تغيير المناهج المصرية؟ أنا قابلت دكتور طارق شوقي الوزير التربية والتعليم. أنا سجلت له على الواتساب قلت له بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أملي ورحل عقدتي من لساني يفقهوا قولي. إحنا مش ربط وإحنا مش هبل، لا إحنا بنعرف نفهم وبنعرف نفكر وبنعرف نتعامل مع الناس. عشان كده سموكي عشان كده بقى سموني أيقونة التغيير المناهج. ايوه طب ايه اللي انت كنت عايزه تغيريه في المناهج وغيرهولك؟ كلمه البلح مرغولي من كتاب الاحياء. وتغيرت. هو اصلا هو سمع كلامي والحمد لله بيقول لي يا سما
الحمد لله شل الكلمة دي. بقى اسمكم ايه بقى؟ اسمكم ايه؟ اسمهم اصحاب الهمة. اصحاب الهمة وقدرات الخاص. اسمكم داون سندروم. وداون سندروم بالظبط. طيب مامة سما مدام سوزان، انتوا امتى اكتشفتوا الحالة دي عند سما؟ والله اكتشفنا الحالة دي من ساعة ما تولد. بس على صوتك شوية. هو الموضوع بدأ بدون يعني المفروض ان الداون سيندروم بيبقى ليه حالتين، ده طبعا في الاعتقاد القديم ان يا اما بيبقى حالة وراثية موجودة قبل كده في الأسرة، يا اما بيبقى سن الأم كبير. وفي الحالتين دول ما كانوش متوفرين خالص بالمرة. وكانت سما أول طفلة ليا، وكان ساعتها عندي 22 سنة واحنا مش قرايب. هي الكبيرة سما. والفكره بعد كده اللي حصل ان اتفاجئنا ان سما داون سيندروم، الدكتور قال لنا، بس الفكره كانت غلط خالص، لان ما كانوش بقى بيقولوا داون سيندروم، كان بيقولوا يعني جالك بنت طفله منغوليه. فللاسف الشديد يعني من 19 سنه بالظبط، من عمر سنه، ما كانش فيه بقى ولا في انترنت ولا في حد يعمل سيرش ولا في بقى اي اتصال علشان نعرف اي معلومات تخص الحاله دي. فكان قدامنا تقريبا يعني الطريق مقفول. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتواصل مع المركز القومي في البحوث للبحوث، واللي كان ساعتها هو المصدر الوحيد، هو الملجأ الوحيد اللي الواحد ممكن ياخد منه معلومات. وابتدينا طبعا من اول لحظه في الولاده ان احنا ندور على اي باب نفتحه علشان يكون لينا مدخل ان احنا نفك بيه التلاصم اللي احنا مش عارفينها. يعني احنا شايفين حاله جديده عليكم، حاله جديده. وفي نفس الوقت كمان الدكاتره للاسف الشديد يعني كان كل يعني مثلا ما رحت بيها لدكتور اطفال قال لي فكرت تجيبي غيرها، يعني استعوضي ربنا فيها. بس فطبعا لا، ما كانش عندنا خالص الفكر دوت. احنا قلنا لا، احنا هنعمل معاها كل اللي نقدر نعمله علشان نوصل بيها لبر الامان ونوصلها لاقرب حاجه ممكن للطبيعي، والحمد لله بقت احسن من الطبيعي الحمد لله. استاذ رامي برضو يعني اهلا بيك. حضرتك تعاملت ازاي مع الموقف ده، ولما عرفت الدكاتره قالوا لك يعني على الحاله، يعني تعاملت ازاي معاها؟ والله بص حضرتك، هو الموقف ده كان قرار. وكان عندي قرارين، احنا القرارين يا اما ما اتكسفش واواجه بيها المجتمع وما اكونش خجلان ان بنتي داون سيندروم، او اللي انا اتكسف واحطها بقى ايه في البيت واخبيها عن عينين الناس يعني. بس فانا خدت قرار وقتي ساعتها ان انا مش هتكسف ومش هخجل وهواجه المجتمع ايا كانت نظره المجتمع لسما او ليا او لمامتها. والحمد لله يعني واجهنا المجتمع، وده اداني ثقه في نفسي واداني ثقه لمامتها. وفي نفس الوقت لما سما ابتدت تكبر وتفهم اداها ثقه في نفسها زي ما انت ما شايف كده. اللهم صل على النبي. بصراحه هي بتتعامل على انها طبيعيه خالص، بتتعامل على انها زيها زي اخوها احمد. الكروموزوم الزياده اللي فيها ما اثرش عليها، على ذكائها الاجتماعي وعلى قدرتها على الاستيعاب. والحمد لله يعني قدرنا وده كان قرار السليم الحمد لله اللي ربنا وفقني اللي انا اخده يعني. طيب يا سما، ايه حكايه بقى سفيره النوايا الحسنه دي؟ هم بيختاروا الناس اللي هم بيقدروا، وانا قدرت اغير. قدرت اغير بقى نظره المجتمع علينا. انت طيب معانا مكالمه من الكويت لسلمى، واحده عايزه تسلم عليك يا سلمى. اتفضل. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه داليا؟ اهلا بحضرتك، برحب بيكم جميعا. الله يحفظك. انت عايزه تكلمي سامه صح؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا الاستاذه هبه سليم، رئيس مجلس اداره جريده المصري الديمقراطي. والحقيقه سامه مش حبيبتي، سامه يعني احلى حاجه في حياتنا كلنا. هي انسانه جميله يا استاذه داليا.
ازيك يا سنت داليا يا روح قلبي؟ لا يعني سامع حضرتك ايه، لو عرفتها فعلا هتعرف ان هي حبيبتي يا سمسومة. ربنا يخليكي زمان ازيك؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ اتفضلي يا داليا. الحقيقه سما معانا، احنا يعني بنعتبر سما هي رئيسه الموهوبين في الجريده. هي بتدينا توقع عامه بوجودها بس كده، يعني هي طول ما سما موجوده ومعانا في اي عمل احنا بنبقى متفائلين كلنا. هي بتشعل سعاده وحب وسلام وامل هو بص يا حلو، يعني يا داليا يعني بتفائل اول ما اصحى كده واشوف اي حاجه لها علاقه بسما. يا داليا ربنا يخليكي ليا يا رب، ربنا يساعدك. انا يعني كنت اول مره اشوف داليا وهي داخله علينا الاستوديو النهارده، بصراحه تخطف القلب. سما 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 انا اسف سما. يعني حاجه جميله كده، حاجه رقيقه جميله. لان سما سما يعني زي مرايه بتبين الحاجه اللي جواها، فهي جواها مشاعر حب حقيقيه وصادقه ما فيهاش شوائب. فلما اي حد بيشوف سما الحب بيبقى باين، يعني هو حاجه من عند ربنا حلوه فبتبقى منوره كده، تحس ان الحياه كلها نورت سما في اي مكان. فهي عارفه طبعا هي ايه عندي، واحنا في الجريده كلنا بنحب سما وبنعتز بيها. و وعايزه اشكر طبعا الاستاذه هبه سليم المديره بتاعتنا، دي رئيسه تحرير البرنامج. يا داليا بالنسبه لها ايه؟ بقول لك رئيسه تحرير البرنامج. اه يعني هبه بالنسبه لها سما دي برضو الدنيا كلها، يعني الحقيقه بجد يعني. وبشكر استاذ وائل محمود علشان هو يعني طالب ان احنا ان احنا كلنا نبقى يعني نتكلم مع بعض ونقول حاجات يعني عن الجريده، علشان احنا سعدا ان احنا اتكلمنا في الحلقه بتاعت سما قوي. وبرحب استاذ رامي طبعا والد سما. ربنا يخليك. الف شكر. بحبك يا سما قوي 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 قوي. وانا كمان يا حبيبتي. انا هي سما مكسوفه، ما اعرفش مكسوفه منك ليه يا داليا. ربنا يخليكي ليا يا احلى واجمل طنط داليا في الدنيا. انا بحب بس اشكر طنط هبه حبيبتي، بحب اشكرها عشان هي ساعدتني، وهي كمان هي ادتني الفرصه دي. ايه هي طنط هبه واكله الجو النهارده. داليا تشكر طنط هبه وانت تشكري طنط هبه في اللي انا صحفيه. هي ادتني الفرصه دي عشان هي خلتني ابقى صحفيه. متشكرين يا داليا، وان شاء الله نلتقيك في لقاءات قادمه ان شاء الله. طيب يا سما، انت دخلتي كليه اداب قسم اجتماع، وبعد كده حولتي مسارك، رحتي الاكاديميه البحريه متهيألي؟ اكاديميه البحريه بيت نيس. طيب ايه اللي خلاكي اخترتي اداب من الاول وبعد كده غيرتي الكارير بتاعك؟ علشان ماما ممكن تساعدك. ماما ممكن اوكي علشان اساعد اصحابي واساعد كمان لكل الناس، عشان انا بحب ادخل الاكاديميه البحريه دي اتعرف بقى على كل اصحابي واتعرف على كل الناس. طب ما انت في كليه اداب كنت هتتعرف على اصحابك وعلى كل الناس. هو اللي حصل ان احنا لما دخلنا كليه اداب قسم اجتماع كانت سما مرحله اولى، وهي داخلها بمزاجها علشان كانت عايزه تنزل تدريب ميداني. كنا بنديها الثقه لان هي تنزل وتتعامل بقى مع الناس وتبقى زيها زي اي حد يعني. وطبعا هي كانت مختاره قسم اجتماع بالذات لان هي اكتر واحده هتحس باصحابها وهتحس بمشاكلهم، وهي اكتر واحده هتبقى موجوده بقى معاهم في الحياه وفي المدارس ومختلف المجالات دي. فاتفاجئنا للاسف الشديد ان في كليه اداب قسم اجتماع لما شافوا الحالات الخاصه زادت شويه في القسم قرروا ان هم يحولوهم من انتظام لانتساب.
طبعا لما طب نبقى ماشي. عايز اعرف السبب، يعني ايه السبب اللي خلاهم يحولوهم من هم قرروا فجاه ان ما ينفعش اصحاب الهمم وذو الاحتياجات الخاصه ان هم يحتكوا بالناس، وده كان شيء صعب جدا على نفسيتنا كلنا. طبعا حاولنا معاهم كتير قوي وحتى انا قلت لهم انا بنتي جايبه 90% يعني المفروض تدخل احسن كليه، وانا مع ذلك اخترت قسم اجتماع لهدف ما ان هي تبقى في وسط الناس. فانتوا لما تحولوها من انتظام لانتساب فانتوا كده حرمتوها من حقها اللي هي داخله عشانه، اللي هو عشان تعمل بالظبط تدريب ميداني. فانتوا دلوقتي لما خليتوها انتساب يعني معنى كده ان هي هتحضر ايام معينه وفي نفس الوقت هتتحرم، مش هيبقى ليها حق خالص ان هي تنزل التدريب الميداني. حتى سما قامت واتناقشت مع الدكتور وقالت له يعني لو بتحبني خليني اروح. طب فرح في واحده حبيبتك هتكلمني على التليفون. اهلا يا مدام هبه. الو. ايوه يا الو وقت التلفزيون وقت التلفزيون ده انت اعلاميه يا مدام هبه. يا روح قلبي انت. وانا بشكرك على البرنامج كله، وطبعا معلش انا يمكن مش عارف اتكلم لاني حته مني قدامي. انا بموت في حاجه اسمها سما. بالنسبه لي سما اختي الصغيره بنتي، هي الحته الحلوه اللي في حياتي بجد. وانا بحبك وبحبك قوي، وانت عارفه كويس ان انا بحبك قوي، وانا كمان بحبك. بجد فخوره بيكي قوي 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 يا سما، ربنا يخليك. وبجد يعني انا عايزه اقول لاحسن اب واحسن ام في الدنيا انا شفتهم هو اخويا الاستاذ رامي. ربنا يخليك يا استاذ سبان، لاني بجد هم احسن اب واحسن ام، وانا فخوره بيكم لان كنتوا السبب في اللي احنا شايفينه ده. انتوا السبب اللي احنا نحب السما بالطريقه دي. فانا بجد انا بشكركم، وانا بعتبركم اهلي، ان انا بتشرف فيكم واتشرف فيكم قدام العالم كله. وزي ما بيقول يعني انا قدامي اربعه من اعز الناس الى قلبي. ربنا يخليك. يعني انا برضه لو هتكلم على الاستاذ شريف فهو اخ، قبل ما يكون زميل شغل فهو اخ بالنسبه لي واخ غالي قوي. ولو هتكلم برضو عن الاستاذه شيرين، هي الوحيده للزمان وهي اكثر من اخت. اعملي دعايه بقى، اعملي دعايه يا مدام هبه، اعملي دعايه، اعملي دعايه. ان انا فخوره بيكي. لا ثواني يا استاذ شيرين، هقطعك في الحته دي لان بجد انا فخوره بشيرين. كل اللي هي بتعمله بقول لها بجد الى الامام. هي سما هتسلم عليك ايه؟ انت مش مديها فرصه، مش مديها فرصه لسما تكلمك. بجد حته مني. طيب سما هتسلم عليك. انت هبه يا حبيبتي ممكن اسلم منك طلب؟ اوكي. انا الصوت واطي جدا. علي صوتك يا سما، علي صوتك. شكرا قوي ان حضرتك ساعدتيني، اللي انت كلمتيني، اللي انت بتقولي لي يا سما انت اكتبي، انت قلت لي ايه اكتبي مقالات، طب اعملي كذا، ولا انا مش عارفه اقول لك ايه. بينا فاضيك ليا عشان انت احلى واطيب تنتهي في الدنيا، عشان انا بحبك. احنا مش عايزين نستغلك النهارده يا هبه، لان يعني كان في اسئله كتير بس مش هنستغلك خلاص، احنا يعني هنفرج عنك دلوقتي. بس معلش اخر، بس اخر حاجه انا حابه اتكلم فيها، بس انا حابه ان انا اشكر رئيس مجلس الاداره لجريده المصري الديمقراطي، لان بجد انا بجد سعيده قوي بشغلي معاه، وانا مشكوره طبعا على المجهود اللي عامله في الجديده. بجد يعني استاذ صبحي بجد انا بشكره قدام العالم كله، وبشكر المصمم الجميل قوي اللي بيتعب معانا، المصمم وائل محمود
اخرج من الجنان زي ما هو مطمن معايا في الفريق بتاعي. فانا بشكر الكل وطبعا بشكر رئيس التحرير استاذ عاطف عبد العزيز، ومش هطول عليكم لان عارفه في كتير قوي عايزين يتكلموا مع سما. كل اللي انا اقدر اقوله احبك، احبك قوي قوي قوي، وبتمناكي تكوني احسن واحده في الدنيا كلها. وانا هقفل بسرعه عشان انا عارفه شريف عايز يستغل المكالمه دي، فانا هقفل بسرعه. مع الف سلامه يا مدام. طيب. طبعا احب اوجه لها كل الشكر. شكرا، الف شكر يا مدام هبه. ومدام هبه هي رئيس التحرير البرنامج، ومعانا المعده المتعلقه شيرين كمان. ايوه، انا احب طبعا اشكر مدام هبه، وانسانه جميله وقلبها جميل، ومن ضمن الناس الجميله قوي 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 اللي وقفت في طريق سما وساعدتها ودعمتها. ويعني هي بتتعامل مع سما يعني يمكن احسن ما انا، يعني انا ببقى مطمنه على سما، يمكن سما بتقول لها كل اسرارها وبتتكلم معاها طول الوقت. فربنا يخليكي لينا يا هبه، وما حرمناش منك ومن قلبك الجميل، ويرزقك احلى ايام، وربنا يبعت لك ايام حلوه جميله كده زي قلبك الجميل اللي بتساعدي بيه كل اللي حواليك. طيب نروح للاستاذ رامي، ورا انتوا واكلين حق الشوك دايما، الشوك دايما حقه وضايع. لا لا مش مشكله. طيب يا استاذ رامي، انت لما سما قررت تدخل كليه اداب، كان ليك راي في الموضوع ده ولا سبتها براحتها ولا ايه؟ يعني كان ايه دورك؟ بصوا، انا في الحقيقه ما كنتش متوقع خالص من سما ان هي تكمل تعليم وتخش جامعه ليه ده؟ ده سما انسانه جميله وزي الفل يعني. لا الحمد لله سما كويسه فعلا. لا كان المجتمع زمان غير دلوقتي. سياده الرئيس السيسي فتح ابواب مغلقه في وش اصحاب الهمم، زي طبعا ما هو ما بيقول اصحاب الهمم عليهم، ما بيقولش عليهم اصحاب الاعاقه خالص. فهو فتح الابواب دي، انا ما كنتش متخيل. يعني احنا كنا زمان بنشوف البركه وربنا معاك وبتاع. أيوة أيوة. لا دلوقتي بقى بيروحوا ليهم دور في المجتمع بقى. تمام، بيبقوا في الجامعه مع زمايلهم، بيشوفوهم، بيعرفوا ان هم بني ادمين طبيعيين زيهم وليهم حقوق زيهم وكده. انا عندي اعتراض على الكلمه دي يا استاذ رامي. اتفضل. معلش في الكلمه، احنا اللي زيهم مش هم اللي زينا. لا بجد، اصلي يعني انا بشوف اصحاب الهمم دول بحس ان هم ملايكه ماشيين على الارض، ما عندهمش الخبص اللي عندنا احنا. فانا يعني اللفظ المؤكد ولا الكويس ان احنا اللي احنا بنحاول نقلدهم، نحاول نمشي على النهج اللي هم ماشيين عليه. مظبوط مظبوط. هو بالعكس، ده احنا مش هم اللي زينا ولا احنا اللي زينا، احنا اقل منهم بكتير. يعني هو كفايه قوي الشفافيه اللي عندهم والحب اللي عندهم لكل الناس، وفي نفس الوقت عندهم ثقه بنفسهم وعندهم شخصيه وعندهم حب النجاح و لا حاجه تانية خالص غير اللي بيعملوا اضعاف 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 مجهود الحد المقبل. ما عندهمش الغل ولا الضغينه ولا الحقد. هو دنيتهم بره حساباتنا، حساباتنا خالص خالص. يعني احنا طول الوقت قاعدين بنحسبها، هم لا، هم ما بيفكروش كده خالص. يعني سايبينها على الله بطريقه جميله. الحمد لله. بس هو الحمد لله موضوع الدمج اللي الرئيس السيسي نادى بيه، والحمد لله كل الوزارات بتطبقه حاليا. عندنا وزير الإنسانية سما مسمياه الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة. وزير الرياضة والإنسانية. ده زملكاوي. استنى، ده أنا لسه جاي لك في السؤال. بغض النظر زملكاوي ولا أهلاوي، يبقى إحنا الزملكاوية بقى. إلا الدكتور أشرف صبحي، يعني أول ما سمع إن سما عايزة تغير اسم المكتب بتاعه من مكتب الإعاقة، هو غير على طول وقال لها يا سما لا، ما فيش حاجة اسمها إعاقة، في حاجة اسمها أصحاب الهمم. وفعلا استجاب لسما برضو وقدرات الخاص. وسماها مكتب أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. عندنا الدكتورة كمان وزيرة الثقافة
دكتورة إيناس عبد الدايم رفعت مذكرة الرئيس مجلس الوزراء بمبادرة سما لتغيير اسم قانون الإعاقة إلى قانون أصحاب. أنت ليك مبادرات كتير يا سما. لا الحمد لله وزيرة التضامن طبعا الدكتورة الجميلة دكتورة نافين القباج هي بصراحة بتحب سما جدا. و انت كل ما عارفك وزراء سما مفيش حد زينا كده يعني. فعلا سيادة الرئيس السيسي خلى ان الوزراء ما بقاش فيه بينها وبين الشعب. كنا زمان بنشوفهم بس في التلفزيون. في التلفزيون بس دلوقتي كل الوزراء الناس كلهم معاهم الارقام بتاعتهم. سما ممكن تتصل بالدكتور اشرف و ويقول لها ادعي لي يا سما. طب الحمد لله الوضع اتغير. فالحمد لله الولاد الناس خدت بايديهم. طب نستاذن حضرتك في مكالمة. الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا كابتن مدحت؟ ازيك يا كابتن شريف؟ ايه وحشنا يا حي والله. انت اكتر والله يا حبيبي وحشنا اكتر والله. تحياتي لحضرتك ولضيوف حضرتك المحترمين جدا. الله يحفظك الله يخليك. اتصلت بس عشان احيي حضرتك واحيي البرنامج ويعني واشيد بالبرنامج بصراحه. معظم الجرايد والصحف مهتمه جدا بالبرنامج وشبه كامله والاعداد والاستاذه شيرين كمال. فعلا برنامج متنوع وهادف جدا وما شاء الله بنستمتع كل حلقه كده. ايه يعني بتبسطنا والله يا كابتن شريف والله. الله يحفظك يا كابتن كده في اعلى الاماكن وربنا يعين قدرك و الله يخليك. ده الكابتن الكابتن مدحت صالح حكم دولي في الصراحه وقناه. اهلا بيك يا اهلا بحضرتك. اتفضل يا كابتن مدحت. اتفضل. الو يا فندم حضرتك. ايوه معاك معاك. تحب تقول ايه لسما يا كابتن مدحت؟ والله يا انسانه مجتهده جدا ومحترمه جدا وربنا يوفقها دايما. فعلا يعني برضه وشها في امل كده. وشها في امل كده وان شاء الله تتفوق الفتره اللي جايه وتشرف مصر وتشرفنا كلنا يا رب وربنا يكرمها ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك. انت دايما كده بتستضيف ناس فعلا يعني ناس قيمه وقامه كبيره جدا ودايما دعم للشباب ودايما دعم للرياضه. ميرسي يا انكل. ويا ريت بس تاخد حقك يا رب اكتر من كده عشان الاستاذ اكتر من كده. وبرنامجك بصراحه برنامج محترم جدا. الله يحفظك. انا الله يخليك يا كابتن مدحت. الف شكر يا كابتن مدحت. طيب نكمل. طب يعني سبب بقى يعني عرفنا السبب ان هي عشان خلوها انتساب. هل الاكاديميه البحريه مناسبه لطموحات سما؟ والله هو الاكاديميه البحريه فيها هي اولا دي جات لها منحه من السيد رئيس الاكاديميه. كان اللي ماشي في الموضوع ده الدكتوره الجميله دكتوره رندا رزق. دي وزير مفوض خارج البلاد. وزير مفوض خارج البلاد و هي ست سما ورئيسة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية. دي حبيبة سما شافتها في القاء وقالت لها يا سما انت ليكي منحة لما تخلصي ثانوية عامة بس هاتي مجموع كبير. ففعلا لما سما جابت 90% لقينا الدكتورة رندا تتصل بتقول ألف مبروك. انتوا جالكوا منحه من اول لحظه من النتيجه طلعت وهي قالت لنا المنحه موجوده. فانا قلت لها لا يعني خلينا تبع التنسيق وخلينا ماشيين زي ما التنسيق هيجي لها. في الاخر فضلت ورانا لغايه ما فعلا رحنا الاكاديميه البحريه. بس بقى في الاكاديميه البحريه الوضع اختلف تماما. احتواء اكتر، تفهم اكتر، رعايه اكبر. للاسف الشديد يعني احنا كنا يعني انا كنت متخيله ان احنا هنبقى في جامعه القاهره. صحيح يعني جامعة عريقة ومن أحسن الجامعات في العالم وسما كانت مبسوطة جدا جدا جدا. بس طبعا الموقف اللي حصل فخلينا ان احنا غصبا عننا ان احنا مشينا. هي كنا داخلين لهدف معين والهدف انتفى. لكن لما رحنا بصراحة الأكاديمية البحرية يعني سما لقت كل احتضان وكل دعم. حتى أنا مثلا لما قعدت في الانترفيو مع الدكتور فبيقول لي قولي لي سما وطلباتكم مش عارف ايه. قلت له يعني سما بتتعامل بطريقه كذا 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 بتتعلم بطريقه كذا. فراح قال لي انا مش عايزك. بقول له طيب هي مثلا كانت بتمتحن بطريقه معينه.
طيب احنا هنستغل بقى البوسه دي وعايزين انا سامع ان انت بتعرفي تغني وغنيتي مع قولي انت بقى غنيتي مع مين؟ مين اللي اكتشفك الاول في الغناء؟ مين اول واحد اكتشف ان انت بتغني؟ تنتصر لله عبد القادر. هي ساعدتني وهي كانت بتقول لي يا سما انت هتفضلي معايا انا هعمل لك احلى حفله. ولسه في اغنيه دكتور سوري عبد القادر هي بتعمل ملتقى اولادنا. ايوه وهي كانت فهي عملت ملتقى اولادنا الاول والثاني والثالث. هي جابت اكتر من 36 دوله دايما كل سنه كلهم ذوي احتياجات خاصه. بنتعرف بقى على ثقافات جديدة بنشوف معلومات جديدة. أول سنة كنا مبهورين جدا بالعروض لكن تاني سنة هم اللي انبهروا بولادنا. هي دكتورة سوهير كانت رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي لدورات عديدة وبعد ما سابت المهرجان القاهرة ابتدت جالها فكرة ان هي تاخد الأطفال أصحاب الهمم أو أصحاب القدرات الخاصة تدمجهم مع ناس مع دول كمان أجنبية يعني حوالي 27 دولة أجنبية ومنهم مصر طبعا. فاكتشفت موهبة سما في الغناء فعلا. طب يا سما انت ما رديتيش علينا قلت لنا انت غنيتي مع مين؟ الأول غنيت مع في ملتقى اولادنا الاول مع ليلى علوي. ليلى انغام ومع ليلى علوي يسرى ومع يسرى. ايوه وانتظرونا بقى في ملتقى اولادنا الثالث لسه الشهر الجاي ان شاء الله. يا سما انا نفسي والله زي ما مثل. طيب احنا بنعرض عليكم يا جماعه وجه جديد وجه جميل اسمه سما. طب نسمع حاجه منك يا سما بقى. يلا امسكي المايك. امسكي المايك. نفسي أكون مشهورة مجنون نجمة تخطفها العيون في السماء ليا فيلم جديد واسمي بمنتر عريض نجمة بيجرى لها كل المنتجين أجر عالي وكل يوم يزيد زي نجلة فتحي أمير وفات أمين وبقى أشهر واحدة في جيل جديد أعلانات مسلسلات أفلام تحقق فعلتات معجبيني وافا بمدل طرفات سما جت سما راحت سما فستنا فظيع سما أكبرها لسان الجميع نفسي أكون مشهورة مجنون نجمة تخطفها العيون. يا الله الله دي امنياتك دي يا سما. لا برافو عليك بجد. طيب يا استاذ رامي هل سما كانت متعبه في اي مرحله من مراحل حياتها؟ والله ابدا بالعكس ده سما في كل مراحلها كانت يعني متقدمه على الطفل العادي. يعني احنا جبنا احمد اخوها بعد سنه بالظبط من ولادتها يعني هي اكبر منه بسنه. فكانت هي دايما متقدمه في الحاجات اللي هي بتاعت الاطفال بقى المشي كانت سابقه سنها وفي الكلام دايما التدخل المبكر دايما دايما مع اولادنا بيكون ليه دور اساسي. كل ما ابتدينا بدري كل ما الطفل بيبقى مهاراته احسن وقدراته احسن. يعني هم دايما مشكلتهم في الكروموزوم الزياده ان هو بيعملوا كل حاجه بس متاخر شويه. فاحنا علشان الموضوع ما يبقاش متاخر احنا لازم نبقى سابقين. فكل ما كان التدخل المبكر اسرع كل ما جاب نتيجه في اطفالنا اكتر بكتير. طب ناخد مريم شكري دي عضو جمعيه عموميه في نادي الزمالك ومن اكبر مشجعي نادي الزمالك ومن اصحاب الهمم برضه فاقده نظرها بس انسانه مكافحه جدا جدا ونفسها تبقى اعلاميه كبيره. هي في كليه اعلام سنه ثانيه باين او ثالثه. اهلا يا مريم. الو الو. ايوه يا استاذ شريف. ازيك يا مريم؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لسما. الله يحفظك. ايه رايك انت متوقعه ايه نتيجه ماتش بكره يا ماري؟ ان شاء الله
نكسب طبعا. 3-1 صح؟ 6-1 ان شاء الله نكسب 3 ان شاء الله. طيب اتفضلي يا مريم، تحبي تقولي لسامة؟ انا بحيي سامة يا استاذ شريف على الصحة، وبقول لها استمري وان شاء الله ربنا يحقق لك احلامك. انا في كليه اعلام وحلمي اكون اعلاميه كبيره باذن الله ان شاء الله. حبيبتي يا احلى مريومه في الدنيا. اتفضلي يا ماري. انا عايزه اقول يا استاذ شريف ان الاعاقه مش هتوقفنا، بالعكس انا ربنا حرمني من نعمه البصر لكن اداني نعم كتير. انا عارفه ان الاعاقه مش هتوقفنا وهنستمر وان شاء الله نوصل لكل احلامنا. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك يا مريم ويوفقك في الطريق اللي انت ماشيه فيه باذن الله. ما فيش حاجه اسمها مستحيل، دي اهم كلمه انت قلتيها النهارده. ما فيش حاجه اسمها مستحيل. طيب برضو عايزين نعرف من مامتها برضو ايه المشاكل اللي صادفتك في مراحل حياه سامة؟ طبعا مشاكل تنمر، عدم قبول الآخر للأسف الشديد. إحنا لغاية دلوقتي يعني من ساعة ما سامة اتولدت ولغاية دلوقتي كل أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بيعانوا من نفس المشاكل. ما كانش تنمر من الناس العاديين يبقى تنمر من المدارس، مفيش مدارس بيقبلوا أولادنا لغاية دلوقتي. بنسعى بكل ما أوتينا من قوة رغم إن إحنا بنبدأ زي ما قلت لحضرتك قبل كل الناس بخطوات عديدة جدا. بيحكموا على أولادنا من الشكل للأسف الشديد، بنقول لهم طب اعمل لهم اختبارات، اعمل لهم أي حاجة تدل على إن أنتوا تقبلوهم أو لأ، لكن للأسف الشديد ما بنتقبلش. ولو اتقبلنا بيحصل تنمر، وأولياء الأمور نفسهم ما بيقبلوش الآخر. يا جماعة علموا ولادكم تقبل الآخر، علموا ولادكم يحبوا ولادنا، حبوا ولادنا الأول علشان ولادكم يقدروا يحبوا ولادنا ويتعايشوا معاهم. اعرفوا ان ولادنا موجودين بإرادة ربنا، مفيش حد هيقدر يمنعهم من الحياة اللي ربنا ادها لهم. بنقابل مشاكل كتير جدا، من يعني مثلا حد بيحاسبك على حاجة انت ما مالكش اي دخل فيها، واحنا مصرين ان ولادنا يبقوا موجودين، وللاسف الشديد مش هيبقوا موجودين الا لو كان في مجتمع يقبلهم. صح صح. فيعني مناشده بطلب من كل الامهات الحلوين يعني اقبلوا اولادنا وعلموا اولادكم يقبلوا اولادنا وحببوا اولادكم في ان لازم يكون في ربنا خلقنا مختلفين. ليه يا سما؟ ربنا خلقنا مختلفين علشان نكمل بعض. بس فيعني طب كلمه اخيره منك لسياده الرئيس فتاح السيسي. ما فيش حاجة اسمها قيمة العلاقة دي. عايزة تغيري؟ أنا نفسي أغير اسم القانون الإعاقة. خليه إيه؟ أخليه اسم القانون أصحاب الهم القدرات الخاصة. نفسك إيه؟ نفسك تشوفيه؟ أنا نفسي أشوفه عشان أنا بحب الرئيس السيسي أوي. بحبك يا ريس. أنا بصراحة مستمتع جدا باللقاء معاكم. احنا استمتعنا وتشرفنا بحضرتك. وتشرفت بسما، وبصراحة هي إنسانة حبوبة وجميلة وربنا يوفقك وينولك كل اللي ببالك وتبقي ممثلة وصحفية. على فكرة أنا نسيت تقول حاجة كمان. قول. أنا كنت نفسي أمثل مع دونا سمير غانم. دي اصلا ممثله كوميديه موهوبه. طب بص يا سامة عشان بيقولوا لي يلا في ال في ال طيب. تشرفنا بيك يا استاذ رامي. شرفتنا مدام سوزان. شرفتنا يا سامة وسعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم ورحمه الله. كام؟ 205. دي الرقم ده
هو الشده العاليه بتاع اللعيب بتاعك.